والآن إلى آخر أخبار الرياضة نتابعها مع دينا فكري. إليك دينا. شكرا لك يا ريهام ويوسف. وأخبار الرياضة محليا وعالميا. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية. وأوضح كاف أنه تقرر إقامة النهائي بين الأهلي والوداد المغربي على ملعب محمد الخامس يوم 30 من مايو الجاري. تغلب مصر المقص على مضيف الجونة بهدف نظيف. بهذه النتيجة رفع مصر المقص رصيده إلى 13 نقطة في المركز 17، بينما تجمد رصيد الجونة عند 17 نقطة في المركز 15. فاز فيوتشر على مضيفه الاتحاد السكندري بـ4 أهداف مقابل 3 في الجولة 19 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع فيوتشر رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 19 نقطة في المركز 13. تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية من بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد بعد فوزه على دون باسكو الإيفواري بنتيجة 39-23 في الدور نصف النهائي من المسابقة المقامة في النيجر. وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم الأهلي بنتيجة 22-11، واستمر تفوق الفريق الأحمر حتى أنهى اللقاء لصالحه. كما صعد الزمالك إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية بعد تغلبه على فاب الكاميروني بنتيجة 35-21، وانتهى الشوط الأول من المواجهة بتقدم الزمالك بنتيجة 20-10، واستمر تفوق الفريق الأبيض حتى أنهى اللقاء لصالحه ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية يوم الخميس المقبل. تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والأثار أقيمت فعاليات افتتاح بطولة العالم للإسكواش لمحترفي الرجال والسيدات، وتستمر حتى 22 من مايو، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية في القاهرة. وتعد البطولة واحدة من أكبر البطولات العالمية في تاريخ الإسكواش، وتقام بمشاركة 128 من لاعبي الإسكواش بالعالم من السيدات والرجال بمجموع جوائز مالية تبلغ 1.10 مليون دولار. طبعا البطوله دي اكبر بطوله في العالم، 128 لعيب من 27 دوله، كل قارات العالم موجوده، من اليابان موجوده، الصين موجوده، نيوزيلندا واستراليا، امريكا، كندا، اوروبا كلها، افريقيا وجنوب افريقيا، اسيا، الهند، ماليزيا، باكستان، العالم كله موجود هنا، العالم كله متجمع دلوقتي عشان البطوله دي. الفينيو اللي احنا شايفينه ده فينيو غير طبيعي، مش مكان طبيعي لاقامه بطوله عالم، وفعلا حاجه تفرح وحاجه تشرف كل مصري. البطوله دي اكبر بطوله بتتعمل في تاريخ الاسكواش من حيث الجوائز الماليه ومن حيث عدد اللاعبين. ويمكن الحاجه المميزه برضو في البطوله ان احنا بتقام البطوله جوه متحف الحضارات، ودي يمكن اول مره يبقى فيه بطوله عالم سكواش او اي حدث رياضي جوه متحف. النهارده اختارنا متحف الحضارات، واحنا حقيقه فخورين جدا بالمكان، وكل لعيبه جت الاجانب والوفود الاجنبيه جم يتفرجوا، والحقيقه مش مصدقين المنظر اللي هم شافوه، وربنا يعديه على خير ان شاء الله وتطلع بشكل يليق بمصر ان شاء الله. يعني والله استعدينا البطولة على اعلى مستوى، دور 16 اهو ان شاء الله كلها كام ماتش ونحقق البطوله المصريه ان شاء الله، وكل لعيب طبعا مصري مستعد ان هو يبذل اصر جهده في البطوله دي، اداء يعني في المتحف ودعم الجمهور هيبقى فارق كبير. ختم أخبار الرياضة، وعودة مرة أخرى إلى ريهام ويوسف. شكرا زينة.